عندي عندي تيرا را 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 بورني انا ما عيال ذاك الحين حبيب العازمي وكم خير ويصل ترى موجوده بنقولها على اليوتيوب تلقونها كان من اول جوال ما في الا الباجر حق على الباجر والتلفونات العزائم الشعراء تلحق على قبل الباجر لا بعد لا لا جد والله هذه سافة ذكرها ابو فيصل ابو العازمي ذكرها في لقاء له ايه كان له حفله وطلع من عفيف بده طلع منه راح الحجاز اتوقع انه راح الطايف بده ايوه كانت العزمي بالتلفون الثابت صح تلفون ثابت تطلع من بيتك تروح الرجل طعامك انت شو تكلم يمكن تكلم الكبيره طبعا الكبيره تكلم على الباجر ذا تكلم ايوه راح حضر له حفله فيها شعار شعراء كبار اللي راح من المرا يبيح من احمد الناصر من منطقه بيتي من طلعوا العازمي راح لاحق عليه ايه وين ايه المهم يقول الله اعلم منهم الشعار يلعبون قدامه يوم وقف عند الحفله الله اعلم اذا الشعار يلعبون قدامه الحين نسيت اسمائهم اسم الشعراء القويين اول ما يبدا الشعار يبدا هبتين يما سلام كان هبوب عند ربعه ولا ترحيب كان عند ربعه اذكر انه يقول البتين اللي جابها البتين هو بدا بحبيب القاف اللي قبله مو اللي قبله عطوه اللي قبله اي عرفت السالفه بادي بشاعر على نفس البتين نفسه مره ما تغير ولا كلمه سألها من ذي قال هذا الجن ما تكلم لا قال الناس سارقها اي قال سارقها الناس قلت سارقها فهمت اي بنو قال سارقها ترى حبيب العازي قال سارقها سال ذاك الشاعر اتوقع سال الشاعر ذاك اللي جابها قال ما هذا الكلام هذا يدل ان المحاوره ان ما هي ركب البيت واخذه وشيله من يوم يوزن معك البيت تطلعه فهمت ان المحاوره على سيسان وقواعد لازم الواحد يثبتها عشان ابدا اخش على المحاوره ما هو كل ما ركب معك بيت وديت هو قال بيتين ذكرت اللقاء انت ايه مو بيت ولا بيتين قال انا جميع لقاءات راح القومي جميع اللقاءات حقت الشعار الكبار شفت قسم بالله شوف رد غيل بعت لقاء فوق اربع مرات لذة لقاء حلو ايه جدا اللقاء فيه قوة فيه التفت كذا التفت اصلا من اول الفواكه سلة الفواكه وعجبني ايه والله انا فواكه عيال عجبني حبيب العازمي انه يقول سأله مذيع قال انت كيف تقابل شاعر مبتدئ جاك وطلبك شاعر مبتدئ حبيب العازمي ترى يقوم مع الشعار لما كان شاعر مبتدئ يقوم معه ترى يقوم يلعب معه عادي اذا طلب هو الشاعر المبتدئ وسام اذا طلب الشاعر المبتدئ اذا طلبه محاوره قام يلعب معه بس يقول في حاجه واحده اسويها مع الشاعر المبتدئ يا رجل شوف حنكه الشاعر ترى ما فكرتنا فيها الا بعد لقائه بعد ما تكلم فيها قال اجعل على نفسي شوف زود الثقه وحنكته يقول اجعل على نفسي ثغره هو بنفسه يجعل على نفسه مدخل ثغره بسيطه اذا صادها الشاعر هذاك فهذا شاعر اذا ما صادها هذا حد شيء يرجع خلاص يعني يقدر يتحكم في المحاوره في حبيب هو شاعر حبيب محتاج هذا علم هذا حكيم هذا ايش فيه زعلان اكله دخل برد بقوه عرف من طرد انا من الناس اللي تراني قتيل الزمن جابس حبيب شاعر قوي يا اخي يعرف يسايس ما هو بيسايس محاول لقاء عندي طاروقه يسايس الحفله كامله يعرف صح يعرف يتحكم فيها وغير قصور الشعر باقي شعر كبار فهمت بس اذا دخل بحفله يا اخي طلع منها زاي ترك تمشي امانه والله العظيم شوف قوه زاد صح عليه والله يا عيال بيني وبينكم احنا ما عاد باقي لنا الا 20 يوم ما تدري يمكن نموت قبل اقول ليه حلو قلت له خليني ارجع احمد هذا اللي بيزكتها مره احمد احنا ما عاد باقي لنا الا 20 يوم يا ريدي لازم نحرق المنتجع خليك بغض النظر عن هذه جدي واضح اللي تبي تمشي امورك الحياه هذه حرك رجولك وانا قاعد معك جدي والله وانا شفت وجه غريب قلت له جدي اول مره الله الله كيف تحل لا تخاطب ايه تخاطبنا خاطب اللي باقي مجدي احنا ما ادري على لا احنا جلسنا فبشروا بس سعد تحضرنا لا ان شاء الله نحضر ان شاء الله احنا ان شاء الله نثبت قوتنا ان شاء الله ومكانتنا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ما نحضر الليله ما نحضر واللي بغادر لا نحضر غادر الليله سواء انا ولا غيري لا تكفون مالي نفس سبتي ليه مالي نفس الحمد لله اني مقفل الباب هذا من يوم جيت علي ام الحنونه هنا علي ابتس على اي احد علي والله لقيتك مسوي الحركه هذه اسكت اني لطاع عنك تخدر علي تخدر ايش تحل عاد ايش اسوي علي يجلس انا حتى طحت فيها مرتين والحاله ما عندها احد لا جالس على الطايح اركبها انا
وقت الفرحة، وقت الحزن ما أقدر أقوم. تعيني جالس. ما شلني عظامي. يا وجه الله. والله العظيم ما داني. لا عليه واضح عليه. الحين رجع واحدة منتجع ما أقوم. الله هو طلع ابراهيم ماكو لا قعدت الهوا تستوعب لا يصلح لك تعال رايب ابيك برضه ابيك تعال سحاب خلاص محاوره انا مدحتك والله جزاك الله خير ما عبد وما بحزت الشين وزين عبد الله كم مره انهاك يا اخ والله ما ادري كم مره انهاك صب فنجان عيتها قهوه خلاص ما عيتها قهوه شب غيرها ما لا تقول شم الزباج ما ادعيت من اللي صب خلاص ما داني عاد ها والله اتكلمني اتكلمني مره يا غير يا ماما يا ماما انا معك دوم بحزه الشين وزين ابو مدعد من اللي علومك تسره الموضوع ترى بسيط ترى بسيط سبحه ابدع ابدع سبحه وقلم اسلم هو لا لو اعطيها تيرانا قبل لو اعطيها تيرانا قبل البيت يجيتي والله اكبر طرف الليل والدمع حلب تعال جنين عجزت شن عجزت في البيت تمام يقول ما لهم عيار هو حتى ولادته بهوش ما لهم اجيب ليش اجيب عياره لك يقول بعض الناس راح يدور والله يقول هذا يقول هذا مشبب يقول شعر يقول تولف والله اللي داري سلكني سلكني صح يقول بعد يقول بعد مشبب من يوم انا صغير ما على معايير يقول والله انا هذا جاي حتى بهوشه انا الوحيد يعني وين اول كم يا لا لا انا استنكر شلي يقول اول ما ولد ما له شعر كم ولد شعر والله يقول لا زن زلين للزنقع يلا لا يوفقك يا سلطان لزنقح وين امه وين لزنقح فيه شيء طق القهوه والله طق القهوه طق طق السلطان صرف الاسم من راسه يا عبد الله الرقي علامك الى الحين اي الله علامك ليا الحين مشغول مره عاد رد ارحم جاي يا يا ابو جاي القرعاني مسيت بزين بالزيت بالزيت دبر املا علومك تطوف الارض عرب معنا سوات المجانين القول لك عائم يقول لك القول ما يسعى ما يقول ما يسعفها وين وين اندوي ها فكر وين اندوي ترى والله اني جوعي يا رب افرحك اجيب لك فوت شاهي لا ما ادري مع شاهي ايه يا ربعان هذلها حنا مع الشين مع الشين مو مع الشين يعني مع الشين عشا الحال من بعضه بنزل روح تكفى زعل وراني جوعان عليك باهم كان يا عمر يا ماما يقدم يقدم يا ماما عطني بروح ادور خرافيش يا خرافيش ايه ما خرافيش عبد الله الرقي ترى العلم فيه يا عبد الله الرقي ترى العلم علمين بنزار يا عبد الله الرقي ترى العلم لا لا بس 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 بس
عبد الله الرقي ترى العلم علم. اليوم عندي شيء يا عيال بش من قررت من هذا بش وديك اي والله صح. كلمت الشباب اليوم استدلوا لي من الاجابه شوي يا ود انت شفته اكو يدري كل وقت عليك بديك لا شوي لا ارقد لين يقول بس يا ولد غزل المغرب قبل شوي ظهر يدن ظهر لا انت انت حتى حاجه اذا صحينا وين يروح اذا صحينا وين يروح يروح عند الشجره هنا واذا نمنا وين يروح عند الغرفه شفتوه الصباح ولا أو كل مرة أقول شيء واقفين جوكر بقى صدق لقي الصباح نخش ورا الخيمة كيف هذا تشوفون لا رجعنا نروح عند ال صحينا صحينا لقينا عند شجرة كيف هذا هو يا أخي يا ولد حتى البشة البشة كانت تأكل الديكة ودياج برضه إيه هنا ما كلت حي تكرون شوف تختلع من يوم العيش ما شاء الله كل يوم شغيف شغيف كل يوم شبعان كورونا ما تبي والله ما نطلع كل يوم مكرونة حبيبي إيش حبيبي من وين احصل لي على الدرب؟ من وين احصل لي على الدرب؟ حبيبتي من وين احصل لي على الدنيا وجود؟ وانا بدونك رجل في العنبر ورجل في القبر. انت بالمشاعر لو بعد. حبيبي من وين احصل لي على الدرب؟ كثير وانا تبغى تخاف بعيد وش بيصير؟ تدري كويس اني كان في قاعدتين اليوم ما بخلونك برايم. يقولون لا مسموح اليوم عندي عين. عشان خاطره يعني. ايه. يلا ما تبغى زياده انا مخليني مع احد امدح. لا. يقول له لما اطلع خلاص يرجع ما شوف ما شوف قاعد يقول ما سمعت وعبد الله الرقي مطنوخ وحمر عينه حر كف والله يا نوم ايش قبل نعم 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 صديق املك هذا البيت ذاك اليوم من حاضر جماعة ملك توكس ما حصل عندنا هالتوكس حصل عندنا مهات نص عتري طلعنا غنيين عندنا بريال بريالين نادي النص بريال نص وشاي بيه لليوم إذا حشرت مع جد الشهري في سؤال شلون هذا أقول جيب وراء ربة تمشي شق عطاني شق من البرايم ما عليك عندك خبرة علم كل أنت تعرف خلاص خامس برايم تعود تبلد جاني ثاني برايم تبلد خامس برايم هذا ولا برايم خليت شيخ الانقاذ اول برايم له هذا اول لا لا رابع برايم اول برايم خليت شيخ الانقاذ اي والله ثاني برايم طلعت و الا طلع هو برايم ما كنت وقف على الستيج انا برايم اول برايم خليت انا شيخ كنت شخصيه كنت لابس خليت شيخ الانقاذ ما اي صح ثاني برايم انا قصدي البرايمات اللي عندي اول برايم لي خليت شيخ الانقاذ ثاني برايم طلعت وجيت على المسرح انت والرزقي؟ انا والرزقي ومدري ايش طلع الرزقي ثالث برايم مقدم الايام وشو؟ مقدم الايام من اللي طلع معي؟ غالب غالب ولا لا لا غالب كحيان غالب كحيان لا في لا رجعت بعد كحيان كان ببرايم والرابع يا طول عمره السلام عن هذا هذا الرابع والله ادري اربع برايم والله نحس من ثاني برايم له أنا أول أسبوعين بس شكل انقاذ شكل انقاذ خذيتها مرتين أحسب هذه مرتين ومرة الرزقي ثلاث مرات وهذه الرابعة أي صح خذيت شكل انقاذ مرتين وطلعت مرتين وخذ استخدمته وحق تمشاري عمر يوم قال قال اختار هذيك الأولى والثاني هذا اللي قبل مش بليفات عندي كارتون جديد في فقرة شاهدك فقرة فقرتكم يا شباب شباب خلنا نشوف تست 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 فقرة هذه شرح تنسيك يوم السبت يا تعالنا عز الله لو مش سعد لو سمعك لا تقول علومك انا اقول روح اطلع كلام لو مش سعد عطني اياها ما اشتري لي انا ما بقول ما يدك ترى ترى من كبطال عمرك اخر شاطر الظاهر سلم خليتني غرفته هنا والاخلاق قافله ما ادري كيف بنحب ورقت لان خيب اخواننا تعزوا فيها قريب هنا الله والله ويوم قمت سلم وخلص شغلتي اللي طلعت عشانها والله انها خرتني والله لا واجهت احد والله شلونك ما دقيت على محمد ولا جيت خليت رقمي محمد وبيتنا هنا يا بيلبن والله ثم الله ان امي اغلى ما عندي ما كلمتها
اني ما كلمتك والله لقيت الخرج اني ما اجي عندك ان اشتقي لي شفت طالع عمرك و اقول الله معليش وليه حنا اخوانك هنا اياك نجي انا احنا اياك محمد هنا اياها الحاله انت سميت وودنا طال عمرك من طال رقدت هناك وقضيت جاكت حياه انا والله ثم والله اني رايح عشان شغله وخذيت انا شقه بوزان شغفتي ولا يعني عجل يعني قصدي أد اخوك محمد في لبن صح؟ الا ما هو بحولي ولا انا بحوله ولا محلي واعزم عليه عندنا لحلالك والله ما يحتاج يعني ما خلمك شكومك يا انت لما ايش البيت اللي تقوله؟ ايش؟ جدتك فاطمه يا رجل خلينا في فاطمه الله يستغفر لا غزلي تقهوى شايف تعجبه؟ ايه انا اللي قلته هذا انا فنجان جلي انا اللي قلته لا معروف البيت ذا غير نسيت يا رجل في المطبخ قالوا اني طالع بدون اذن انا اليوم طالع انا مستادم من اليمس في الفتره الليليه ظني ما علموا اللي في الصف الا علمنا اليوم شو اسمه عبد الله توني عاد اجيهم اعلمهم قالوا الاخ خلاص ضبط امورك هذا جاء محلك سيف هو اورنس وجاني اورنس اورنس متحمس لليوم في المطبخ صدق قال عامل قال قم يا ابو شايع قم تكفى يقول لي والله انه يطلب ظني مشينا يا ما انت قلت يفوتك لا يفوت كل ما اطبخ لا يفوت وانا امزح معه يوم قلت ميته ليش تقومني؟ قلت يعني والله اني قد رقدت وزايد كان شاف قد رقدت قد قلت تعبان والله صدق بطني تعبان توقعت تنهز زمان لانك تعبان بطني تعبان وقد شوف العيال وقد جاني الاعداد وجاني بطني وجعانه المهم بطني وجعانه انا اعلم كان طلع طلعوك روح للمطبخ اشرب مره هو مقومني وما ابقاش بنجر الا اي رقدت تقوم امي الجه الاخير المهم قام شوف والله انا وجهي خير اختار تغريدات تعبان الا واحده عنده ما عنده اختار هو جات عنده سلام ما اختارت انا جات عنده بعد عندنا عند غني جمهور غني المطبخ وافلسه بس والله العظيم احنا في خطر في الليالي قول لا 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 هذا الشيء يضحك في السالفه انه طريقه تحضيرهم زينه عاطيني الرز مكعب من كذا وحاطين مربع عرفت اللي يجيب المطعم شكل هم حاطين فوق الكشري ذي البصل والله يجيني يواجه يوم جاب شيك كلام قال ما بعد نجح ما بعد نجح وما بعد نجح اكلتنا غريبه ذا اليوم رز مع عدس ايه ايه مع الرز عدس المثل طبقوه وش حطيناه مع الرز عدس حطيناه ذا اليوم طبقته المثل بس قصدي يعني انا غريب يعني غريب بالنسبه لي لان انا ما قد سويته ايش ده انا ما قد سويته غريب هو الطبق موجود قال اول مره تسويه انت مكسر مثل وصحيح شيء اول مره تمر عليه غريب يعني بس ابي اشوف كانوا زين انا معي مرحبا والله ومسهلا يدمتي طول عمرك لا 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 شو اسمه مول حق ما عاد به مقلب وين؟ هذا آه مقلب الليل مع زايد الشيري طلع شيخ الليل وراك ما عندي ترجع ان شاء الله تكفى يا رجال ابو صالح ترجع ان شاء الله يعرف يطول اشوف للحين قد الرجال يدور لك وانت ابراهيم مقالب الله يحييك ما يفوتها زياده الله يحييك ابو شايع صح نشوف الامتاع فقرة فقرتكم وحنا نسمعكم نشوف الابداع نشوف الامتاع الفقرة فقرتكم راح